أعتقد أن هذه الخطوة هي في إطار التهيئة لتنفيذ اتفاق جدة الذي وقع بالأحرف الأولى في الرياض، وهذا الاتفاق هو لحل الإشكالات التي كانت قائمة بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي. وطبعا الخلاف كان بين الطرفين، ما لم يكن يسمح لأن تستقر الحالة الأمنية في ظل سيطرة أحد الطرفين على المدينة، ولكن أعتقد أن وجود قوة التحالف ووجود يعني إشراف من المملكة العربية السعودية وقيادة من المملكة العربية السعودية للقوات الأمنية في عدن، أعتقد أن هذا خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار وتثبيت الحالة الأمنية في عدن.